بس هذا مثال ثاني اللي هو يقول لك عندنا observation اوكي اللي صح ولا هذه the problem of line fitting. the problem of line fitting هاي ما احنا ندرسها بالمحاضرات الجايه باللينير موديل وغيرها. هنا شو يقول؟ يقول اذا عندي مجموعه من observations عندي n observations اللي هي n 0 1 2 up to n minus 1 وعندي الاكس اوف n كان صيغتها بهالشكل الاكس اوف n هي تساوي a زائدا bn زائدا white noise w للان ال w هنا وايت وكاوسيان واديتيف يعني والاوبزرفيشنز واحده ما لها علاقه بالثانيه واندبندنت فنريد نوجد قيم الاي والبي نريد نوجد قيم الاي بنسوي استيميشن قيم الاي والبي اول شيء نوجد بما انه عندي تو فيكتورز او تو باراميترز تو استيميت لازم عندي الفيشر انفورميشن ماتريكس حيكون شنو 2 باي 2 اوكي 2 باي 2 فراح نجي هسه نحاول انه شنو نوجد الحل ما ادري بعد خلينا نشوف شلون نقدر نراهم هنا أنا. اول شيء احنا جينا نكتب اللايكليهود فانكشن مثل ما قلنا خطوات اول شيء اللايكليهود فانكشن ناخذ اللوج بعدين ناخذ المشتقه نسبه الى اي بعدين ناخذ المشتقه نسبه الى بي وناخذ السكند ديريفيتيف وبعدين حنشوف هل انه الاي اوف ثيتا وراح ناخذ الانفرس الاي اوف ثيتا ونوجد الكريمر برو لو 4 اوكي فالثيتا حتكون هي شنو؟ هي اي وبي اي وبي بالنسبه لي بما انه ال WFN هو جاوسيان فنقدر نقول ال P distribution لكل XI لكل واحدة من observation هو واحد على من على 2 باي تحت الجذر 2 باي سيجما سكويرد exponent ناقصا X ناقصا A ناقصا BN سكويرد على من على 2 سيجما سكوير هذا الديستريبيوشن مالتي اوكي راح نجي ناخذ اول شيء شنو المشتقة مالتي او ناخذ اللوج بالبدايه اقدر اخذ اللوج وبعدين اجمعين او اضربهم كلهم سوا واخذ اللوج بالنتيجه نفس الشيء راح تكون عندي فاذا اضربهم حقول البي اوف اكس شو حيكون؟ حيكون هو 2 باي سيجما سكوير ناقصا ان على 2 ناقص في لسه انا ما ماخذ ال اكسبوننت ناقصا 1 على 2 سيجما سكوير سميشن اكس ناقصا اي ناقصا بي ان سكوير ناخذ اللوج الها فراح يطلع اللوج بي اوف اكس شو حيكون؟ حيكون ناقصا ان على 2 لوج 2 باي سيجما سكويرد ناقصا 1 على 2 سيجما سكويرد سميشن اكس ناقصا اي ناقصا بي ان سكويرد اوكي ولا ما وجدنا هاي الاجراء كلش بسيط احنا ناخذ اول شيء ناخذ المشتقه نسبه الى اي وعن طريق مشتقه اي احنا ناخذ المشتقه الثانيه نسبه الى اي وبعدين ناخذ المشتقه الثانيه نسبه الى بي وبعدين حاخذ المشتقه نسبه الى بي ومرتين على مود اوجد الفيشر انفورميشن ناقص راح اقول الاي 1 1 ايش راح يكون؟ اذا حجي مشتقة نسبة الى اي الجزء الاول اللي هو هذا راح يختفي باعتبار هو ما يعتمد لا يعتمد على اي ولا يعتمد على بي فبكل الحالتين حيكون هو زيرو مجرد انه شنو حيكون الشغل؟ الشغل حيكون وين؟ بالجزء الثاني او الحد الثاني من اللايكليهود فانكشن فاشتقى نسبة الى اي خلينا نشوف الاي 1 1 راح اقول مشتقة اللوج بي نسبة الى اي يطلع نيجاتيف 1 على 2 سيجما سكويرد سميشن هذه نشتقها ايش راح يكون؟ راح يطلع هذا الاثنين اللي هو مال الاس اكس ناقصا اي ناقصا بي ان في سالب 1 اوكي اشتقها مرة ثانية بي باي بارشيال اي سكويرد ايش راح يصير؟ هسه ناقص 2 على 2 سيجما سكويرد سالب خلينا نظهره راح يروح لهنا 2 وين 2 على مود هذا تبسيط فيطلع 1 على سيجما سكويرد هنا هذا السالب راح يروح ويا هذا 2 تساوي 2
يا اما نشتاق شو حيكون؟ مشتقة ال x صفر، مشتقة ال b صفر، راح يكون عندنا summation شنو؟ سالب اي، واللي هو شو حيطلع؟ ناقص الان على سيجما سكويرد. اوكي؟ سالب واحد حيكون بالضبط، سالب واحد. اوكي؟ نيجي ال من بعد؟ منو بعد؟ المشتقة الثانية. بما انه عندنا مشتقة ال P ويا ال A، خلي اطلع لنا شو مشتقة ال A وال B. فيقول partial log P by partial B partial A، مثل ما قلنا هي نفسها راح يكون شو يصير؟ راح اجي اشتق نسبة إلى B. أنا طلع لي واحد على سيجما سكويرد في summation هذا القوس، اشتق نسبة إلى منه؟ نسبة إلى B. شو يظهر لي؟ سالب N. summation سالب N. وبي في الN يبقى الN، صحيح؟ بعد ما عندنا مثل ما قلنا اشتقت الأي والبي هي نفس البي والأي، احتاج اسويها مرة واحدة ما احتاج اكررها مرتين. راح اجي منه بعد ايش باقينا؟ باقينا مشتقة البي، راح اقول هسه مشتقة اللوج البي ويا البي شو حتكون؟ ارجع من البداية، الحد الأول هذا حيختفي، الحد الثاني شو بقى؟ قال لي ناقصا واحد على اثنين سيجما سكوير سميشن، نشتق هذا نسبة إلى بي، شو حيكون؟ حيكون اثنين في اكس ناقصا اي ناقصا بي ان في سالب ان، صح؟ السالب هاي اثنين وين هاي اثنين؟ السالب تظهر برا، فالشي حيطلع لنا يطلع لنا summation n أو واحد على سيجما سكوير، نسيناها summation x ناقصا a ناقصا b n في n. اشتق مرة ثانية نسبة إلى b، شو حيطلع لنا؟ واحد على سيجما سكوير. نشتق نسبة إلى b فقط، الحد الأخير هذا حيبقى، يطلع لنا سالب n، فsummation سالب n سكويرت، واللي هو ناقصا واحد على سيجما سكوير سميشن للان سكويرت. اوكي، الفيشر انفورميشن الاي هي نفس ذن اللي طلعناها، ما عدا اللي لازم شنو اضربه في سالب، صح؟ بس حسب التعريف موجود فيطلع لنا بهالشكل، هذا حتطلع لنا الفيشر انفورميشن ماتريكس. اوكي، نيجي اول شيء هنا بدلاله ان نقدر نبسطها اكثر، هذا الحد شو يساوي؟ انا حاط لكم هنا ملاحظات، ملاحظات انه سميشن للان، الان يساوي من 0 الى ان ماينس 1 هو ان في ان ماينس 1 على 2، وسميشن للان سكويرت اللي هو حيكون ان في ان ماينس 1 في 2 ان ماينس 1 على 6. نستخدم ذني الايدنتيتيز على مود اوجد الفيشر، عم ابسط انتقل من هذه الخطوه الى اوجد الفيشر انفورميشن ماتريكس، وبعدها لازم اوجد الانفيرس اللي هو حيكون صيغته بهالشكل. اوكي، راح تكون صيغته بهالشكل، يكون صيغته بهالشكل. نشوف هنا انه هناك علاقه، يعني بالمناسبه هو الاسهل انه احسبه الاستيميشن اللي يكون اسهل، يعني عندي مثلا فت خمس قراءات، يا هو الاسهل يكون بعمليه الاستيميشن، او يا هو الافضل يكون بالنسبه لي حسب هنا الفيشر انفورميشن ماتريكس. اوكي، يعني الفيرينس انا ايش عندي بال يمن اوجدت الانفيرس مال فيشر انفورميشن ماتريكس طلعت بهالشكل. اوكي، هذا شو يقول؟ يقول الفيرينس مال الاي، اي استيميتر، اي باينس استيميتر، الفيرينس مال اي مالته هو هذا، هي كوفيرينس ماتريكس. كوفيرينس ماتريكس الاي 11 او العنصر الاول هو مثل الفيرينس مال المتغير الاول، والاثنين اثنين يمثل شنو؟ الفيرينس مالنا مال العنصر الثاني او مال القيمة الثانية، او نقدر نقول راندوم فاريبل الثاني، ما معنى يعني. فهنا ايش عندي؟ هذا يمثل الفيرينس مال من؟ مال استيميتر مال اي هات، وهذا يمثل الفيرينس مال البي هات. اوكي؟ يا هو الاسهل اذا تجي تشوف، او يا هو الاحسن. اوكي؟ يعني انا كل ما ازيد الان يا هو
بالضبط البي، لان ليش؟ لان هنا في المقام هذا يعتمد على ان تكعيب، اوكي؟ انما هذا اذا لما اخذ الليمت لما ان يكون كلش عالي راح يكون انفيرسلي ويا الان، انما هذا انفيرسلي ويا ان كيوبد. فكل ما مزيد الاوبزرفيشن هشوف انه البي اقدر شنو يكون الفيرنس مالته اقل، ويكون مالته نقدر نقول الاستيميشن يكون شنو؟ يكون افضل. الاستيميشن يكون افضل. هذه ملاحظة نقدر نلاحظها من هنا. كذلك ملاحظة ثانية ممكن نشوفها انه اللي هي العلاقة بالكريمر رول لور باوند، اللي هو شي يقول؟ يقول الكريمر رول لور باوند دائما حيزيد، يزيد عندما احاول انه اقدر باراميترز اعلى. يعني شلون؟ يعني اذا اجي مثلا هذه الماتريكس، اذا رديت فقط الاي او رديت فقط احصل البي، اذا رديت اسوي استيميشن فقط للاي او البي، يعني يطلع لي فيرينس معين سميه سيجما 1 مثلا، اوكي؟ اذا اجي نفس السيستم ونفس الفرضيات ونفس يعني كلها تقريبا نفسه، واريد اقدر تو باراميترز مو واحد، اريد اقدر الاي والبي، يعني تشوفون ان الكريمر لور باوند حيزيد، اللي هي تقريبا نقدر نقول بديهيه انه انا كل ما اقدر باراميترز اعلى كل ما الفيرنس حيزيد لكلهم، كل ما الفيرنس حيزيد بالنسبه لهم كلهم، اوكي؟ والفيرنس حيكون نفسه، نقدر نقول انه حيكون نفسه في حاله انه اذا كان ذني شنو؟ زيروز. يعني اذا طلعت لي دايجونال، شلون طلعت بالحاله الاولى؟ بالحاله الاولى طلعت لي دايجونال، اقدر اقول انه هنا المالتيبل بارامترز استيميشن ما اثر عليه من، يعني نفس الشيء اذا كل واحد وحده اقدره، يعني اذا قدرت مثلا بالمثال الاول اذا قدرت الاي وحده هو نفس الشيء من اقدر الاي والسيجما سكوير، باعتبار انه الفيشر فورميشن ماتريكس طلعت لي دايجونال. بس هنا لا، بهاي الحاله لا، بهاي الحاله انه كهوم ورك بالنسبه لكم، اذا فرضتوا انه البي معروف حاولوا انه تطلعون الفيرنس مال اي، هذا راح تشوفون المفروض راح تشوفون انه شنو انه الفيرنس راح يطلع اقل من هذا. ليش؟ باعتبار ان ده اقدر باراميتر واحد، يعني في زي نقدر نقول انه بما ان ده اقدر تو باراميترز فالايرور اكيد حيزيد. هو هذا اللي يقول كل ما متقدر مجموعه البارامترز اعلى او قدر اكبر من البارامترز الايرور شبيه راح يزيد، ما يبقى نفسه مثل ما هو عندما قدر بارامتر واحد بنظام مات. فهذا هنا يقول كريمر رول لور باوند always increases as the estimate as we estimate more parameters. كل ما نحاول نقدر مجموعة أكثر من البارامترز كريمر رول شو حيكون بي؟ راح يكون بي هناك زيادة، أوكي؟ إذا لاحظتوا إن المثالين اللي أخذناه كان شنو اللايكلود فانكشن؟ باعتبار انه W هو كان جاوسيان فاللايكلود مالتنا كانت جاوسيان، اوكي؟ هنا راح ناخذ الحالة العامة لل اللي ممكن تاخذون الأمثلة السابقة وتستخدمون هذين القوانين، يحتاجون نفس النتائج، يحتاجون نفس النتائج اللي هي شنو؟ اللي هي الجنرال جاوسيان كيس، جنرال جاوسيان كيس. اذا كانت اللايكليود فانكشن مالتي او الاكس الاوبزرفيشنز حتكون هي نورمال والمين مالتها هي فانكشن اوف ثيتا اكيد، وهنا نفرض لك انه السيجما هي كذلك فانكشن اوف ثيتا او مو سيجما او الكوفيرنس ماتريكس باعتبار عندي مجموعه من البارامترز هي سيجما، ف ممكن انه احسب الكريمر رول لور باوند او الفيشر انفورميشن ماتريكس، ما نقول كريمر رول لور باوند، الفيشر انفورميشن ماتريكس بهالصيغه. يقول اي عنصر، العنصر اي جي في الفيشر انفورميشن ماتريكس هي شنو؟ تجي اول شيء تحسب انت معدك الميو اوف ثيتا اللي هي فانكشن اوف بارامترز مالتك، راح تجي ترتبهم وتجي تشتق نسبة الى ثيتا اي، اوكي؟ وتيجي تشتق نسبة إلى ثيتا جي. مثلا إذا في حالة ما كان عندي تو بارامترز تو استيميت، أجي أشتق نسبة إلى أي مثلا ونسبة إلى سيجما سكوير للأي أو ثيتا، وأجي أخذ الإنفيرس لل بما إنه هذه أخذ الإنفيرس
اوكي زائد النصف التريس بهالشكل حيكون هذه اللي تشوفوها كبيره بس هي مو سهله هي سهله تعرفون التريس شنو؟ سم اوف دايجونال ايمنز اوكي وهنا انا هذا معرف لك هنا انا البارشال ميميو باي بارشال ثيتا راح تكون بهالشكل اوكي والبارشال سي باي بارشال ثيتا اي هم معناتها معروفه بهالشكل اوكي لا تيجي تطبق هذا القانون مباشره راح يطلع لك ال الفيشر فورميشن ماتريكس اذا طلعت فيشر فورميشن ماتريكس مجرد انه اخذ الانفيرس راح يكون شنو؟ راح يكون حوجد الكريمر رو لور باوند ف خلينا نجي نطبق على هذا اوكي على المثال الاول والمثال الثاني عليكم اوكي لو تبدون الثاني والاول عليكم كيفكم؟ اثنيناتنا عليكم؟ لا لا كيفكم؟ هي بسيطة انا ايش عندي؟ انا عندي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اوكي؟ فحيكون هنا عندي الفكتور الميو هنا عندي 2 بارامترز عندي اي سيجما سكويرد صح؟ مثل ما قلنا للسهولة انه حفرض سيجما سكويرد افرضها لامدا اوكي؟ فاذا جيت كتبت الاكس اوف ان اذا تشوفون هنا أنا. راح اجي اوجد اول شيء الميو اوف ثيتا اوكي؟ واجي اوجد السي اوف ثيتا سي اوف ثيتا اكس هو يمثل شنو؟ الاوبزرفيشن مالتي فالميو اوف ثيتا شو حيكون؟ اذا اجي اشوفه الميو اوف ثيتا هنا أنا. بما انه الاكس هو حيكون نورمال فهنا شو حيكون؟ الميو هي اي صح؟ وبعد شنو؟ فقط اي فقط اي يعني عندي وكانما الاكس 1 هو شو حيكون هو نورمال اي سيجما سكويرد الاكس 2 هي نورمال اي سيجما سكويرد صح؟ تمام فالميو حيكون هو مجموعه ميو اوف ثيتا راح يكون شنو؟ اول شيء اي 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 يعني مجموعه راح يكون دائما هو اي ما له علاقه بالثاني باعتبار ان السيجما ما تاثر على الميو اوكي نجي الثاني اللي هو منه سي سي شو يساوي؟ هو سيجما سكوير اي سيجما سكوير دي اي بما انه هي اندبندنت وهذا فاقدر افرض انه سي هي سيجما سكوير في الايدنتيتي باعتبار انه هن اندبندنت بما انه اندبندنت يعني ان كورليتد فالاكسبكتد فاليو مال اكس 1 ويا اكس 2 المفروض شو يكون؟ زيرو باعتبار انه اندبندنت هو شنو الكوفيرنس؟ الكوفيرنس تعطيني وكانما الفيرينس مال الاول ويا الاول يعني فيرينس مال اكس 1 ويا اكس 1 بعدين فيرينس مال اكس 1 ويا اكس 2 زين بما انه اكس 1 ويا اكس 2 اندبندنت فالاكسبكتد فاليو مالته اكسبكتد فاليو مال اكس اكس 1 ويا اكس 2 شو حيكون؟ راح يكون مساوي بما انه اندبندنت راح يكون مساوي اكسبكتد فاليو مال اكس 1 في اكسبكتد فاليو مال او لا اي راح يكون اكسبكتد فاليو مال اكس 1 اكسبكتد فاليو مال اكس 1 اللي هو حيطلع اي سكوير وترجع ما تطرح من اي سكوير اللي هو لان الفيرينس شو يساوي الاكسبكتد فاليو اكس 1 اكسبكتد فاليو اكس 2 ناقص الاكسبكتد فاليو اكس 1 في الاكسبكتد فاليو مال اكس 2 ها يعني يعني كل عنصر هنا أنا. كل عنصر هنا أنا. هذا الاكسبكتد فاليو اوف اكس 1 في اكس 2 ناقص الاكسبكتد فاليو اكس 1 في الاكسبكتد فاليو اكس 2 اوكي بما انه اندبندنت هذا حيكون اكسبكتد فاليو اكس 1 في اكسبكتد فاليو لاكس 2 ناقصا هذا اللي هو نفسه حيكون صفر اذا كان اندبندنت حيكون صفر اندبندنت او ان كورليتد بس انا مثل ما قلنا الاندبندنس والان كورليتد بالقوسين نفس الشيء واحده تؤدي للثانيه فانا سي هي سيجما سكويرد اي اوكي يس لا يعني بس هي مشكلة انه شلون اضيف صفحة وهنا ليش ضاف صفحة يعني كان اوضح شوية لكن نقدر نضيف صفحة فاليمين حيكون بهالشكل اوكي والسي هي سيجما سكويرد اي نجي نطبق القانون مباشرة اللي هو شو يقول؟ يقول مثلا اي اوف اي جي يعني نجي ناخذ المشتقه نسبه الى اول بارامتر اللي هو اي
فبارشيال ميو باي بارشيال اي هتطلع مصبوبة كلها وحدات صح؟ وبارشيال ميو باي بارشيال لامدا شو هتطلع لي؟ يعني صفر باعتبار ان انا فقط للاي تعتمد الميو اوف اي الميو اوف ثيتا تعتمد اي يعني اشتق هذه هيكون زيرو او مجموعة من زيروز صح؟ زين سي انفيرس بما انه السي تساوي سيجما سكويرد اي فالسي انفيرس يساوي الاي هي نفسها فاي على من؟ على سيجما سكويرد شيل ذن الاشياء او ذن النتائج اللي حصلتها حطها هنا أنا. اوكي ها هذا الجزء هم حيختفي بالمثال معناته ليش؟ لان دا اشتق السي نسبه الى اي اللي هو حيختفي صحيح لما اسوي استيميشن للدي سي بارامتر حيختفي باعتبار انه بس حيظهر عندي شنو في حاله السيجما سكويرد في حاله السيجما سكويرد هسه حنشوفه فهنا انا ايش حيصير خلينا نجي ناخذ للاي فالاي 1 1 فالفيشر انفورميشن 1 1 شو يساوي مجموعه من الوحدات في واحد على سيجما سكويرد في مجموعه من الوحدات باعتبار انه شنو هو ترانسبوز اوكي هذا مو هذا الميو اشتقيته صار مجموعه وحدات دكتور والله كل فصلت كل هذا الميو هذا مو كلها وحدات هذا صارت كلها وحدات طبقي هنا هذه وحدات ترانسبوز يعني حيصير كلها وحدات هنا في واحد على سيجما سكوير في مجموعه وحدات هنا اوكي وقلنا هذا حيختفي باعتبار انه السي ما تعتمد على الاي تشتقيها شو يصير صفر فهذا كله حيروح باعتبار التريس هذا كله هذا الجزء الثاني كله يساوي صفر بالنسبه لهذا وش حيصير عندي يصير عندي هنا بالعكس كتبناها لازم اول شيء هنا وحدات ترانسبوز وبوحدات واللي هو شاي هنا حيطلع لنا واحد على سيجما سكوير واحد 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 الى يعني ابعادها n من الوحدات في واحد 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 بهالشكل هذا شو يساوي؟ من يعرف؟ نصف واحد مصفوف واحد اي شو يصير؟ هذا ما n ما n elements ايش نضربين عادي نضربين عادي ايش عندكم؟ اي رقم واحد بس ايش قد؟ نضرب هذا في هذا صح؟ بالضبط ان اللي هو نفس النتيجه السابقه اي تشتق السي اي بس هو ما اشتقينا السي صار ما يعتمد على اي انا اطلع نسبه الى اي اي مو هو شنو يقول لك هذا اي جي انا عندي 2 بارامترز الاي والسيجما سكوير دا اشتق نسبه للاي يعني 1 1 اي لا انا مشتقته هذا مشتقة البارشيال سي نسبتها صفر فهذا كله حيروح صفر اوكي فيكون التريس هنا صفر ونفس الشيء في حالة اللامدا نفس الشيء في حالة اللامدا اوكي بس عندنا مثال عندنا بعد مجال مثال ثاني اوكي فهاي طريقة وهاي طريقة ثانية